مشاهدينا الكرام، لقاء اقتصادي في نشرة التاسعة الآن. فاطمة خليل وأخبار المال والأعمال، إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية محلية وأيضا عالمية. بحثت مصر ومؤسسة التمويل الإفريقية سبل التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والصناعات الدوائية، واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماعها مع رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية وفريق عمل المؤسسة مجالات عمل صندوق مصر السيادي وأهم المشروعات التي يعمل على تنفيذها والمجالات التي يسعى للاستثمار فيها وبناء الشراكات مع القطاع الخاص المصري والدولي. ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة التمويل الإفريقية أن المؤسسة تتطلع لإتمام العضوية الكاملة لمصر لتنضم لنحو 31 دولة إفريقية أعضاء في المؤسسة، لما لمصر من دور محوري في القارة الإفريقية. أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أنه تم توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن تنظيم أعمال القطر والإرشاد بمينائي الأدابية والسخنة، حيث يتم بموجبه قيام الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بما تملكه من قاطرات بحرية بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية ونوعية وخبرات سابقة وعناصر بشرية مدربة ومعدات لازمة للقيام بعمليات القطر والإرشاد للسفن والوحدات العائلة بمينائي العين السخنة والأدبية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين في مؤشراتها ليتراجع رأس المال السوقي بقيمة 1,400,000,000 جنيه ويغلق عند مستوى 692 مليارا و757 مليون جنيه. هذا وتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 45% ليغلق عند مستوى 10,697 نقطة. في المقابل ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي أوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2,602 نقطتين. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 3,571 نقطة. أكد وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد أنه يركز على زيادة الإنتاج النفطي في المرحلة المقبلة، لافتا إلى وجود مشروعات كبيرة لزيادة وتحسين الإنتاج النفطي. وشدد وزير الطاقة على أن النفط يمثل أكبر مصدر اقتصادي للبلاد، وبزيادة الإنتاج تتحقق التنمية المنشودة. كما نشد الوزير جميع العاملين في المؤسسة السودانية للنفط والشركات العاملة في البترول للعمل بخطى ثابتة لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في زيادة الإنتاج النفطي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ونهى. شكرا جزيلا لك فاطمة.